محمد رمضان يفتتح البوليفار في موسم الرياض أمس، لكن التعليقات على حضوره إلى السعودية سلبية بغالبيتها، فما السبب؟ افتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مجمع بوليفار أمس في الرياض في السعودية. البوليفار الذي صمم بشكل فخم لاستضافة الكثير من فعاليات موسم الرياض 2021، استقبل في يومه الأول الفنان المصري محمد رمضان والممثل المصري محمد هنيدي. أحيا رمضان مساء أمس حفلاً غنائياً قدم خلاله مجموعة من أغنياته، لكن تفاصيل كثيرة أزعجت السعوديين ودفعتهم إلى انتقاده بشكل لافت على شبكة تويتر، إذ قام رمضان برمي كمية كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة على ما يبدو، وقيل إن الأوراق تحمل صورته وقد رماها ليحتفظ بها معجبوه، وهو ما أثار استياء عدد كبير من المستخدمين الذين اعتبروا أن هذا التصرف يعبر عن غرور وتكبر من رمضان. آخرون أغضبتهم استضافة رمضان في السعودية، هؤلاء يرون أن فن رمضان غير راق ولا يناسب مجتمعهم، وقد علق عدد من المستخدمين قائلا إن صوت رمضان ليس جميلا وأسلوبه على المسرح مزعج. البعض قال إن استضافة الفنان الشاب في السعودية لا تعني أن السعوديين يحبونه، لكن الهدف منها محط تجاري بحسب رأيهم. البعض تساءل لما تمت استضافة رمضان في الرياض طالما أن غالبية المعلقين ينتقدون حضوره. البعض الآخر انتقد رمضان انطلاقاً من وجهة نظر دينية قائلاً إن في حضوره وغنائه إفساداً للشباب. آخرون رأوا أن رمضان عاجز عن الابتكار ولا يفعل شيئاً سوى تقليد الأجانب في الأداء للفت النظر، لكن جماعة أخرى من المستخدمين لا تبدو غالبية قالت إنها حضرت الحفل وعبرت عن إعجابها بأداء الفنان. وقد شارك عدد من السعوديين مقاطع فيديو تظهر مشاهد من البوليفار أثناء تجولهم فيه بعد افتتاحه، معبرين عن إعجابهم بالتصميم والإضاءة.